ننتقل وإياكم مشاهدينا لتقارير فعاليات، حيث افتتحت جامعة البلقاء التطبيقية لقاء الخبراء التشاوري لمناقشة مبادرة إنشاء المنصة الإقليمية للتميز، وذلك بحضور سعادة سفير مملكة هولندا في المملكة الأردنية الهاشمية السيدة باربرا جوزياسي. وتم التباحث في التعاون المشترك بين جامعة البلقاء التطبيقية والجامعات والمؤسسات الهولندية في مجالات البحث العلمي والتبادل الطلابي والتعليم التقني والأمور العلمية والأكاديمية، بالإضافة إلى التركيز على الأمور ذات الاهتمام المشترك خاصة في قطاعي المياه والزراعة، والتي أشارت السفيرة بأنه تم التأكيد عليها خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى مملكة هولندا. التفاصيل في تقرير الزميلة ملاك الياسين. تحت رعاية رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي وسعادة سفيرة هولندا السيدة باربرا جوزياسي، جرى افتتاح لقاء الخبراء التشاوري لمناقشة مبادرة إنشاء المنصة الإقليمية للتميز في إدارة المياه في جامعة البلقاء. تأتي أهمية هذه الندوة التي تعقد اليوم بحضور سعادة السفيرة المملكة الهولندية في جامعة البلقاء التطبيقية، أنها جاءت مباشرة بعد زيارة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره وجلالة الملكة إلى هولندا، حيث تم التباحث في مجموعة من تم توقيع اتفاقيات مجموعة من الاتفاقيات التي بحاجة لها الأردن للتعاون المشترك مع المملكة الهولندية. ونحن في جامعة البلقاء كجامعة تطبيقية مباشرة، وحيث كما تحدثت السفيرة سعادة السفيرة الهولندية بأن الاهتمام سوف يتم التركيز عليه على قطاع الزراعة بشكل عام وقطاع المياه خاصة المياه العادمة، والتي سوف يعني احنا في جامعة البلقاء التطبيقية لدينا كلية زراعة متخصصة في مركز الجامعة، ولدينا كلية الشوبك الزراعية، ولدينا أيضا في كلية عجلون، فسوف يتم تركيز الجامعة في هذا الموضوع على تأهيل الكوادر البشرية المختصة على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة حتى يساهموا في نقل نوعية في القطاع الزراعي في المملكة الأردنية الهاشمية. ويأتي هذا اللقاء الذي تم عقده بالتعاون مع معهد ديلبت لعلوم المياه وأطراف أوروبية ودولية بالتشاركية مع وزارة المياه والري، والتي تم دعوتها لمشاركتها كونها المعني الأول في تنفيذ استراتيجية المياه إلى جانب وزارتي الزراعة والبيئة. انا معجبة جدا بالأردن وجامعة البلقاء التطبيقية على عملها الدؤوب وبرامجها وخططها التنفيذية، ونؤكد على عمق العلاقات الوثيقة بين الأردن وهولندا التي تعززها الصداقة بين العائلتين الملكتين. وجاءت زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى مملكة هولندا لتفتح آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات، وأن الأردن يعاني من شح المياه وهولندا لديها طرق متقدمة في مجال الري والذي يقلل من استخدام الطاقة والمياه، ويمكننا التعاون في هذا المجال. هذا وقد تم التعاون المشترك بين جامعة البلقاء والجامعات والمؤسسات الهولندية في مجالات البحث العلمي والتبادل الطلابي والتعليم التقني، إضافة إلى التركيز على الأمور ذات الاهتمام المشترك خاصة في قطاعي المياه والزراعة.